صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد. ان شاء الله بصباحنا هيك وبدايه نهارنا يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل البركه والارزاق والمحبه والصحه لقلوب كل العالم. وبدي صبح نور. صباح الخير يا نور. يسعد صباحك ليا وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلتنا الصباحيه بلشت على شاشه الاخباريه، فيها محطات عديدة ومنوعة من دمشق والمحافظات السورية، بس دائما نتمنى مع بداية كل نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والانفراج على كل الناس. خلونا نروح لفاصل نبتدي رحلتنا الصباحية لليوم. حيرني أمرك وعم بحسب عمرك، حيرني أمرك وعم بحسب عمرك، وبقول لحالي ترابك هالغالي من وين انجلب يا قلعت حالك. هالغالي من وين انجلب يا قلعت حالك. انصف دراجك تسلم ايديهم، والعلو برجك يرحم عينيهم، صف دراجك تسلم ايديهم، والعلو برجك يرحم عينيهم، صف دراجك تسلم ايديهم، والعلو برجك يرحم عينيهم، صف دراجك تسلم ايديهم، والعلو برانجك يرحم عينيهم. متابعينا اكيد بصباحنا وشو تسجل بتاريخ وبمثل هاليوم، خلينا نروح ونتابع سوا بالتقرير التالي. تتوالد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة نسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم بـ 7 حزيران خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث. بمثل هذا اليوم من عام 1914 أول سفينة تعبر قناة بنما، وفي عام 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة، وفي عام 2014 يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورينغ، وذلك بإقناع 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة. وفي عام 2018 وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوسيتي الجوالة من فوهد جيل. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان لها بصمة مميزة بعام 1862. فيليب أنتون لينارد عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905. وأيضاً شهد هاليوم على وفاة عديد من الشخصيات بمثل عام 1978 رونالد نوريش عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1967.
أما هلأ ليا بننتقل لتقريرنا التالي ومعلومات غريبة عن جسم الإنسان، خلونا نتعرف عليها بالمادة التالية. هل تعلم أن الجزء الوحيد الذي لا يصله الدم ولكنه يعمل بشكل جيد جدا هو قرنية العين؟ وهل تعلم أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن ينام على ظهره ولا يمكن لأي كائن آخر فعل ذلك لأنه سوف يؤدي إلى اختناقه وموته؟ هل تعلم أن الأوعية الدموية في جسم الإنسان يصل طولها إلى 100,000 كيلومتر بجمعها على بعضها، ما يجعل الدم يتدفق في هذه الأوعية الدموية يومياً بمسافة 9,000 كيلومتر دون تغيير في مساره اليومي؟ هل تعلم أن الفيل يبكي عندما يكون حزيناً؟ وأنه إذا مات الفيل وهو واقفاً فيظل واقفاً لبضع ساعات قبل أن يسقط على الأرض؟ هل تعلم أن الجمل لا ينسى الإساءة أبداً ولا ينسى من ظلمه حتى مع مرور الزمن؟ وهل تعلم أن النسور تقوم بالانتحار عند إصابتها بالمرض أو الكبر؟ متابعين أكيد بصباحنا، ولكن خلينا نروح لفاصل صغير ونكفي باقي فقراتنا. يسعد صباحك يا شاب والأيام عدراجك وقلوب الحب وكتاجك والرب حاميك. يسعد صباحك بكير كبير صغير عدروبك يلي الزمان محبوبك كبرور بيفيك. يسعد صباحك يا شاب. أما هلأ ليا أولى محطاتنا لليوم رح نروح لعالم التغذية. كثير منا يمكن يصاب بأمراض هي أساسا من مشاكل سوء تغذية، بيكون الشخص ما عم يتغذى منيح. كثير بنسمع كثير من الأطفال عندهم سوء تغذية، واليوم مع يمكن تطور العصر الكل عم يروح صوب الوجبات السريعة، وأحيانا عم يكون في ملونات وفي كثير مشاكل بالأكل الجاهز. خلينا نحكي عن الأمراض اللي ممكن يصاب فيها من خلال الغذاء القليل أو سوء التغذية مع الدكتور فادي خشروم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، نهاركم سعيد. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا هيك بس نفسر أو نعرف شو يعني سوء التغذية، شو هو الشيء اللي بيعمل سوء تغذية، شو هن المأكولات اللي بتتضمن نتيجة سوء تغذية؟ نعم، هلأ بداية أول ما بنقول نحن كلمة سوء تغذية فورا بيتبادر لأذهاننا الشخص النحيل اللي بيعاني من نحافة شديدة، الشخص اللي بيمرض بوتيرة متكررة بسبب قلة الوارد الغذائي. طبعا هذا الكلام صحيح لدرجة كبيرة جدا، ولكن لربما الشيء اللي ما بيعرفه الأخ المشاهد أنه سوء التغذية ممكن كمان يطلق على الشخص البدين اللي مكتنز مستويات مرتفعة من الدهون. فإذا نحن إذا حبينا نقسم سوء التغذية فينا نقسمها لعنوانين كتير كبار. سوء تغذية بسبب قلة الوارد الغذائي هذا نسميه نحن أندر نوتريشن، أو سوء التغذية بسبب فائض السعرات الحرارية، يعني عمليا نحن عم نتناول زيادة على حاجتنا اليومية من السعرات الحرارية، هذا بنسميه نحن اوفر نيوتريشن. طيب خلينا نحكي شو الدلالات الأساسية لما أقول في شخص معه سوء تغذية، لأنه في كثير ناس فجأة بتكتشف مع سوء تغذية مع أنه هو بيكون صار له فترة مع مرور الوقت، لأنه بعض العلامات ناس بتحسها وهن أو تعب أو بسبب الإرهاق اليومي ممكن تدل أنه هيدا الشخص عنده سوء تغذية. نعم، هلا من الأعراض الواضحة اللي نحن ممكن نشوفها هو انخفاض الوزن بمقدار 5-10% خلال 3-6 أشهر، طبعا هذا الانخفاض بالوزن بيكون بوتيرة متسارعة. فترة زمنية قصيرة. من الأشياء اللي أيضا يمكن الاعتماد عليها بنلاحظ أنه الـ BMI اللي هو مشعر كتلة الجسم بيكون تحت 18.5. حتى نوضح للأخ المشاهد شو هو الـ BMI. الـ BMI هو عبارة عن مشعر نحن بنحصل عليه عن طريق قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. هذا الرقم الناتج عندي في حال طلع عندي أقل من 18.5 فأنا أمام حالة نحافة. حالة النحافة هي إذا ما داركناها نحن بالوقت المناسب فنحن رايحين حتماً بالأيام المقبلة أو بالشهور القادمة رايحين لسوء تغذية. من الأعراض الواضحة اللي ممكن نشوفها الخمول والتعب مثل ما ذكرتي حضرتك،
هي بتكون من العلائم الواضحة جدا. بنشوف انه الشخص اللي عم يعاني من سوء تغذية عم يمرض بوتيرة متكررة، حتى فترة الاستشفاء من المرض عم تاخذ وقت طويل بالمقارنة مع الاشخاص الاخرين يلي هن اساسا ما بيعانوا. هي بيكون عندهم اساسا مناعته ضعيفة لانه عنده سوء تغذية. اكيد، لانه اساسا المناعة القوية مرتبطة بالغذاء بالحقيقة. صحيح. نعم. طب دكتور، هل علامات سوء التغذية بتظهر فورا او ممكن يكون في سوء تغذية عند الصغر وبس يكبر الانسان تبين عليه؟ هيك بس خلينا نعرف، بتظهر فورا ولا لا بدها وقت؟ بالحقيقة هذا الأمر يعتمد على الوارد الغذائي اللي عم يتناوله هذا الشخص. يعني فلنفرض على سبيل المثال أنا كان في عندي نقص بالمواد الغذائية الحاوية على الحديد، تمام؟ في حال كان هذا النقص ما كان كبير جدا، فعمليا فقر الدم او علائم فقر الدم ما راح تكون واضحه بشكل جلي. موضوع الشحوب مثلا ما راح يظهر بشكل مفاجئ، راح يظهر بعد فتره زمنيه طويله. فاذا يعني هذا ظهور هذه الاعراض يعتمد بالحقيقه على الوارد السعرات الحراريه اللي عم يتناوله هذا الشخص وعلى حميته الغذائيه. طيب خلينا نحكي هيك، نفصل شوي لكل الناس اللي عم يتابعونا. كنا عم نحكي عن الوارد الغذائي والسعرات الحراريه للجسم، اسباب سوء التغذيه. يعني في كثير اشخاص مثلا بيقول لك انه ابني طلع عنده سوء تغذيه ما انا عم غذيه منيح. نعم. يعني هي الكلمه مثل ما قلت ممكن يكون في نقص عندك بالحديد، بالبروتين، ممكن بنوع الغذاء اللي هو بيؤدي لسوء التغذيه لانه ما عم ياخذ حصصه الكامله بس عم ياخذ فعليا كميات وتفاجئ انه عنده سوء تغذيه. خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية كيف فيني فصلها والغذاء كيف ممكن يكون. تمام. هلا إذا سمحتي لي أول شيء أحكي عن أسباب سوء التغذية بشكل عام. ممكن نقول إنه الفقر واحد من أهم أسباب سوء التغذية. الإدمان على الكحول والإدمان على المخدرات أيضا رح يؤدوا فيما بعد لسوء التغذية. إذا حبينا نفوت بالأسباب المرضية، بشوف أنا إنه الأذيات الحاصلة على سوية مراكز معينة موجودة بالوطاء اللي هي مراكز الجوع والشبع، تأذي هذه المراكز بسبب أذية مباشرة أدت لحدوث ورم دموي أو بسياق العلاجات الشعاعية، رح شوف إنه رح تثبت منعكس الجوع عند هذا الشخص وبالتالي ما راح يتناول حصصه الطعامية. هذا الأمر بالنهاية رح يؤدي لسوء تغذية. في عندي أمراض أخرى ممكن تصيب الأمعاء الدقيقة مثل داء كرون، الداء الزلاقي، التهاب القولون التقرحي. هدول الأمراض كلياتهم رح يؤدوا لتخرب ببطانة الأمعاء. هذا التخرب بالنهاية رح يؤدي لسوء تغذية. في عندي أمراض أخرى أيضاً يفترض ما ننساها أبداً مثل الانسداد الرئوي المزمن COPD، بلاحظ أنه دائماً عم يترافق مع سوء تغذية. أحياناً أمراض عسر البلع، الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالبلع رح يؤدي هذا الأمر فيما بعد لسوء تغذية. في عندي بعض الأمراض النفسية اللي ممكن تؤدي لسوء تغذية مثل الاكتئاب، انفصام الشخصية، بعض الأمراض التي تأتي مع التقدم بالسن مثل الخرف على سبيل المثال ايضا ممكن يؤدي لسوء تغذيه. بنلاحظ انه هذا الشخص المسن عم ينسى انه اساسا هو لازم يتناول وجبته. تخيلي لهي المرحله. بس اذا بتسمحي لي اخر شيء كمان، ما انسى انه الاجهزه الفمويه السنيه السيئه عند المسنين في حال كانت سيئه ما عادت ملائمه كالسابق ممكن تسبب خدوش وجروح لباطن الحفره الفمويه. هذا الامر بالنهايه رح يخلي المريض يستغني عن وجبته بالكامل في بس من اجل الشعور بالراحه، وبالتالي هذا الامر رح يؤدي لسوء تغذيه فيما بعد. نعم. طب دكتور فادي، خلينا نحكي، هل المتممات الغذائية هي بتعوض عن الغذاء؟ يعني في كثير من الأشخاص يلي ذكرت حضرتك هلا من شو بيعانوا، إن كانوا كبار السن، إن كانوا مدمنين، إن كانوا أي سبب حضرتك ذكرته من شوي، ولكن هن بيتناولوا متممات غذائية، ممكن يكونوا بيتناولوا فيتامينز أيضا، هن بيعوضوا هيدا الشيء؟ تمام. ما يصير معهم يعني سوء تغذية ولا لا ما في شيء بيعوض عن الأكل؟ تمام. هلا نحن وقت بتكون درجات سوء التغذية منخفضة جدا قادرين نعوض بالطعام فهو الأفضل، ولكن وقت اللي ما بنقدر بيكون عندي نقص كبير جدا فأنا مضطر لإدخال المكملات الغذائية حتما. يعني فلنفرض أنا في عالم نعرفهم هن عايشين على المتممات ما بحبوا ياكلوا ابدا. تماما. هل هذا الشيء صح؟ هلا الفكره هي حقيقه ما انا بالرغبه، ما انا بالرغبه على قد ما انا الفكره تعود لتقييم الطبيب للحاله اللي هو عم يعالجها. فانا لما بكون امام حاله مثلا تعاني مستويات نقص بمستويات الحديد لدرجه كبيره جدا، نقص بمستويات فيتامين دي لمستويات كبيره جدا، لا يمكن تعويضها ابدا بصراحه من المصادر الطعاميه مهما كانت جيده. فاذا احيانا بنشوف ان المكملات بتصير ضروره حتميه. صحيح. لشفاء هذه الحالة. ويمكن كثير من الصبايا كمان بيصير معهم سوء تغذية، بتلاقي الصبايا والبنات بيحاولوا يمكن يدوروا على الجسم المثالي، فبتلاقي في سوء تغذية من خلال قلة الأكل أو المحافظة على سعرات حرارية معينة خلال اليوم. كمان هذا بيأثر على الصحة، وبتقلك ممكن أنا أخذ متمم غذائي بعوض بشكل أو بآخر بحيث أنا ما أنصح.
تمام. للاسف هلا هي واحده من الاخطاء فعلا الكبيره جدا اللي عم تمر فيها الصبايا، عم يسعوا لجسم جميل جدا ولكن بفتره صغيره جدا، فتره قليله، وهذا الامر اكيد خاطئ. نحن لما بنعمل او بنتناول سعرات حراريه اقل من احتياجنا اليومي بكثير، بدك تعرفي انه نحن بس مو بس عم نخسر دهون، نحن عم نخسر وزن. شو معنى بخسر وزن؟ يعني انا عمليا عم بخسر كتله عضليه، عم بخسر حتى جزء من النسيج العظمي، عم بخسر كميات كبيره من الماء. ببعض الاحيان عم نشوف قد ايه بياثر على الصحه، لانه في فرق بين خساره دهون ولا خساره الكتله العضليه. هي هذا اللي نحن الشيء دائما بنحاول نوضحه للاشخاص، حاولوا تفرقوا ما بين خسارة الدهون وخسارة الوزن. لما نحن نطلع على الميزان ونشوف وزننا قل، هذا ما بيعني أنه نحن تحسننا على فكرة. أنا إذا بدي راقب فعلاً أنا تحسنت، مشيت بـ 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 بالمسار الإيجابي، فأنا يفترض استخدم الأجهزة الأخرى اللي بتقيس مستويات الدهون عندي، ما بتقيس الوزن. الوزن الكلي ما بيعبر عن أي شيء للحقيقة. ببعض الأحيان أحياناً خطأ معين بحمية الغذائية، زيادة بوارد الصوديوم ممكن أدي لزيادة احتباس الماء، هل هذا بيعني أني أنا ما خسرت الدهون على سبيل المثال؟ فإذا من حيث المبدأ أكيد لا، غلط أنه تماماً. وعم نشوف أيضاً بعض الرجيمات دكتور فادي عم تأثر بعد أشهر، يعني عم نشوف فجأة الصبية عم تسلط بالأرض، عم يصير عندها نقص كلس، عم يصير عندها نقص بمعادن بجسمها نتيجة اتباع حمية غذائية خاطئة. خلينا لكن نحكي عن العلاجات الصحيحة أو الإسعافات الأولية يلي لازم تتبع إن كان للصبايا إن كان للشباب وإن كان للأطفال أيضاً. خلينا كمان هيك نتطرق لسوء التغذية عند الأطفال. تمام. هلأ أنا بداية لما بدي أعالج حالة سوء تغذية، أول شيء بدي أعمله بدي ألغي السبب الرئيسي. تمام. يعني أنا ما بيمشي الحال إني أعالج الأعراض وأترك الأسباب الرئيسية الكامنة. يعني عملياً أنا في عندي حالة عسر بلع بسبب ورم ضاغط على سبيل المثال على سوية المري أو البلعوم، فيفترض يتصحح جراحياً بالبداية. في حال كان عندي مثلاً حساسية تجاه الجلوتين يلي هو بروتين القمح، فأنا يفترض إني استبعد المصادر الطعامية الحاوية على الجلوتين. تمام. فأنا إذا ما عالجت السبب الرئيسي فأنا حتماً عم عالج الأعراض، وهذا الشيء ما رح يؤدي لنتائج أبداً. بالحالات الأخرى بعد ما بنفي الأسباب كلياتها، بنفي وجود التهابات معوية على سبيل المثال بتؤدي إلى حدوث الغثيان والإقياء، بعدين فيما بعد أنا ممكن أن أنظم برنامج غذائي. البرنامج الغذائي بيتوافق مع احتياج هذا الشخص. تمام. يعني مثلا فلنفرض في حدا مهنته متعبة، مهنة شاقة بتتطلب كم كبير من السعرات الحرارية، ولكن هو ما بيعرف، هو بفكر أني أنا بس هذا الوارد الغذائي بيكفيني خلال اليوم، أنا عم باكل مثل ما عم ياكلوا أهلي. بالحقيقة أنت وارد السعرات الحرارية تبعك لا يحسب بهذه الطريقة، أنت لازم تبعا لطولك ووزنك وعمرك ونشاطك الفيزيائي اللي عم تقوم فيه خلال اليوم تتناول حاجتك من السعرات الحرارية، ولا أنت حتما رايح باتجاه نحافة وفيما بعد باتجاه سوء. أو يمكن ساعات العمل الطويلة بتضطر الشخص ياكل وجبة واحدة، يعني أحيانا بتلاقي شخص بيشتغل شغلين أو شغل يعني لساعات طويلة بتلاقي عم ياكل وجبة واحدة، فهو فعليا ما عم ياخذ الحصة الغذائية الكاملة خلال هلا للأسف بنشوف أن الوجبة الواحدة اللي عم تحكي عليها حضرتك عم تكون وجبة جاهزة. هالوجبة الجاهزة هي غنية بالسعرات الحرارية، غنية بمصادر الدهون السيئة، وبنفس الوقت عم تؤدي لزيادة شعور منعكس الغثيان والإقياء، وبالتالي حتى عم تثبت عنده شعور الرغبة بتناول وجبات طعامية بأوقات أخرى من اليوم. فإذا هي كمان واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا. يعني أول شغلة احنا نعالجها وقت ما نعالج سوء التغذية بنقول له إنه بدك تتوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة، لأنه واحدة من تأثيراتها السيئة هي بصراحة زيادة منعكس الغثيان والإقياء عن هؤلاء الأشخاص، وبالتالي ما راح يقدر يتناول وجبته الطعامية بوقت لاحق. فيما بعد هلا نحن ممكن نتناول وجبات غذائية غنية بالسعرات الحرارية، نعتمد على المخفوقات أيضا الغنية بالسعرات الحرارية، الكوكتيلات على سبيل المثال يلي فيها دهون صحية تعتبر خيارات جيدة جدا. في حال كان عندي حالة من الغثيان والإقياء أنا ممكن أخذ مضادات الغثيان والإقياء، ممكن بعض الأحيان أعتمد على بعض أنواع الأدوية اللي بتزيد معدلات الشهية مثل الميجاسترول درونابينول. فإذا الخيارات عندي عديدة، كل خيار بصراحة له استطباب معين تبعا للحالة الموجودة أمامي. طيب خلينا نحكي دكتور عن سوء التغذية عند الأطفال. يعني كتير بنلاحظ أحيانا أنه سوء التغذية عند طفل مثلا رضيع أو بسنواته الأولى، كيف الأم ممكن تعرف أنه عنده سوء تغذية وأسباب سوء التغذية عنده؟ تمام. هلا أهم الأشياء اللي أنا ممكن لاحظ على طفلي الرضيع هو بشوف إنه مقاساته ما عم تتغير، وزنه ما عم يختلف،
أنا لما باخذ طفلي ليتلقى جرعات اللقاح التقليدية اللي بنعرفها، بنشوف دائما الممرضة عم تاخذ أبعاد هذا الطفل، مقاساته، الطول والوزن، عم تقارنها بالقيم المرجعية، وهذا شيء كثير أساسي ومهم حقيقة. حتى لو ما كنا في عندنا جرعات معينة من اللقاح، يفترض نحن نعمل زيارات دورية إما لطبيب أو للمراكز الصحية كرمال أنا قارن أبعاد طفلي ووزنه تمام مع القيم المرجعية، حتى أشوف معدلات النمو عنده هل هي طبيعية أم لا. في عندي أشياء أخرى أنا ممكن أراقبها بطفلي، في عندي شيء بكاء غير مبرر، في عندي مثلا رغبة بالنوم شديدة طوال الوقت، بحاول لعبه بلاقي طفلي أو الرضيع عندي خمول ما عم يتجاوب معي بدرجة كبيرة جدا. بس أكيد طبعا بالمستويات المتقدمة للأسف نحن بنتمنى ما نوصل لهالمستويات، ممكن نشوف نحن تساقط أشعار عند هذا الطفل، تساقط شعره، ممكن نشوف ظهور بقع داكنة على الجلد، ممكن نشوف تضخم بالكبد مثل ما بنشوف بمرض كواشركور، ممكن نشوف وذمة معممة، بنلاقي الأم عم تضغط على جلده تلاقي تركت علامة لفترة طويلة هذه الضغطة. فإذا نحن نتمنى ما نوصل لهذه المستويات، خلينا نراقب أطفالنا دائما بأوقات مبكرة حتى ما نوصل ل يعني ممكن حليب الأم هو يكون يعني ما يعطي الغذاء الكامل، ولا نحن عم نحكي عن الأطفال الأكبر شوي؟ حليب الأم بالحقيقة كافي لفترة الستة أشهر، بعد ستة أشهر نحن بنحتاج أنه ندخل أغذية داعمة لهذا الطفل. تمام. دكتور فادي، في موضوع يمكن لازم شوي هيك نركز عليه، وهو هلا كثير عم نشوف انه في ادويه عم تعمل سوء امتصاص، عم تعمل نقص بالمعادن، عم تعمل يمكن سوء بال يعني توزع الغذاء الصحيح بالجسم، يعني مثل وقيات المعدة فجأة عم نلاقي بعد مدة زمنية كبيرة وقت ما بناخدها بنلاقي عنا نقص بالفيتامينات بشكل كتير كبير بسبب هيدا الشيء. هل بعض الأدوية صحيح أنه هي ممكن تأثر على وتعمل سوء تغذية، سوء امتصاص بالجسم؟ تمام. هلأ فينا نقول أول شيء بداية بعض أنواع الأدوية يلي ممكن تعيق امتصاص الدهون رح تؤدي لإعاقة امتصاص الفيتامينات الذوابة بالجسم مثل A والE والD والK. طب أنا إذا ثبطت امتصاص الD فأنا رايح باتجاه هشاشة عظام فيما بعد، إذا ثبطت امتصاص الفيتامين A والE، ثبطت أنا أهم الفيتامينات، منعت امتصاص أهم الفيتامينات المضادة للأكسدة واللي بتحافظ على البشرة واللي بتحافظ على رونق الشعر على سبيل المثال. فإذا أنا لما بتناول أدوية معينة حتما رح يكون في عندي تأثيرات جانبية، لذلك أنا ما باخذ دواء دون وصفة طبية أبدا، ما باخذ دواء من تلقاء نفسي لأنه قالوا لي هذا الدواء جيد. لمدة زمنية طويلة؟ تماما، أكيد أكيد، كل ما طالت فترة تناول الدواء كل ما زادت تأثيراته الجانبية حتما. طيب دكتور، في أشخاص يمكن موجودين بحياتنا وبالآونة الأخيرة عم نسمع عنها كثير حساسية القمح، حساسية القمح عند الأشخاص ممكن كمان تقلل من حصصهم الغذائية، وبنشوف عالم بصير عندها سوء تغذية. فقديش مهم هون فينا نقول اللعب على الغذاء البديل لحتى ما يوصل لهي الحالة، لأنه فجأة بيكتشف أنه عنده هي المشكلة. تماما. أهم شيء بهي الحالات هو الاكتشاف المبكر. يعني لما بتكون الأعراض بالحقيقة ما صارخة، للأسف بيتناول هذا الشخص منتجات القمح مثل الخبز البرغل كذا لفترات طويله هو ما بيعرف، بينما بتكون الاعراض صارخه فورا بينتبه بصراحه، وفورا حتى المحيطين له بيعرفوا انه هذا الشخص يعاني من حساسيه تجاه الجلوتين اللي هو بروتين القمح. فاذا احنا كل ما بنكتشف بوقت مبكر كل ما كان افضل. طبعا هذول الاشخاص اذا تداركوا بالوقت المناسب وتناولوا المصادر الاخرى يلي ما بتحوي الجلوتين، بس هون ما كتير في يعني عندك هي المواد، بتلاقي في عذاب متوفرة لتلاقي الخبز الذرة أو هي المعكنات الذرة، فدائما لهيك بيكون في بعض الأشخاص عندهم سوء تغذية، والأطفال أحيانا بيكون عندهم هي الحساسية فبيبلش عندهم سوء تغذية لأنه ما في الغذاء فينا نقول البديل أو الصحيح. حتى صح. المريض نفسه يمكن ما عنده هي الثقافة الفظيعة شو لازم يأكل وشو لا. نعم نعم، مثل ما تفضلتي بالحقيقة نتمنى نشوف عنا بأسواقنا منتجات خبز مصنوعة من مصادر أخرى غير القمح، مثل ما عم نشوف برا خبز مصنوع من الأرز، خبز مصنوع من الذرة. هالمصادر هاي يعني صار في عنا بصراحة بعض المخابز عم تصنعها عنا، وهذا شيء جيد، هي خطوة إيجابية، لأنه فعلا يعني هدول الأشخاص من حقهم علينا أنه نفكر فيهم، لأنه هني بالنهاية جزء مننا، يعني جزء من مجتمعنا، فيفترض فعلا أن نحن نفكر فيهم بطريقة جيدة وما ننساهم أبدا. تمام. يعني اكيد ولازم كمان هي ثقافه سوء الامتصاص لازم يكون معممه اكثر عند المرضى،
وخاصة عند الأهالي اللي عندهم أطفال من عمر صغير، عم نشوف هاي الظاهرة كتير صارت منتشرة، هو سوء الامتصاص. خلينا شوي دكتور فادي ننوه، شو هن الأكلات يلي ما لازم هيك، ولو خرجنا شوي عن موضوعنا هو سوء التغذية. نعم. سوء الامتصاص نفس الشيء، اثنيناتهم فيهم سوء، ولكن خلينا تمام. نحكي شو هن الأكلات يلي ممنوع يتناولون من عم باتنا. طيب نحن هلا بالدرجه الاساسيه مثل ما حكينا اهم شيء الاطعمه الجاهزه نبتعد عنها بالمطلق بسوء الامتصاص. اكيد أوكي. اكيد الاطعمه الجاهزه يفترض نحن نتجنبها بالمطلق. الاحتواء على السمون او الخبز الغلط ولا لا؟ لانه هي تعد فاست. اذا كنا عم نحكي عن شخص ما بيعاني من حساسيه تجاه الجلوتين فنحن ما عندنا مشكله. أوكي. يعني مو مشكلتي بصراحه بالخبز، انا ماني مشكلتي بالخبز السمون مثل ما تفضلتي حضرتك، طالما انا ما عندي حساسيه تجاه الجلوتين. انا مشكلتي الحقيقيه هي تجاه الدهون المشبعه يلي موجوده يلي ممكن تزيد شعور الغثيان. طيب انا زاد عندي شعور الغثيان، ثقي تماما انا ما رح اقدر اتناول وجبتي فيما بعد. تمام. فيعني هذا الموضوع كثير بدنا نحاول نحن نركز عليه عند الاشخاص اللي عندهم سوء تغذيه. طيب دكتور اشرت لنقطه كثير مهمه، خلينا نحكي هيك لو سريعا عن الحصص الغذائيه، عن السعرات الحراريه اللي لازم يتناولها الشخص، نحكي عن الاعمار اذا كان طفل ولا كبير. ونحن بوضع اقتصادي ما فينا نكون بعيدين عنه، يعني وضع اقتصادي ومعيشي صعب، مو في كل الناس قادره تشتري جميع فينا نقول المنتجات او الخضره او اللحوم، بس شو هي البدائل لحتى انا هي الحصص الغذائيه يقدر الشخص او الطفل ما يكون عنده سوء تغذيه؟ لانه اشرت لنقطه كثير مهمه بدايه حديثك، من اهم عوامل سوء التغذيه هو الفقر اليوم، فلا في انه يمكن نعطيهم بعض النصائح او بعض البدائل، شو ممكن انا مثلا اعوض لطفلي لحتى ما يصير معه سوء تغذيه من خلال الحصص الغذائيه نوزع على النهار؟ تمام. هلا بدايه بس خلينا نوضح شغله للاخ المشاهد، كلمه سوء تغذيه لا تعني انه العلاج هو عباره عن بروتين، البروتين هو عباره طبعاً. عن جزء من النظام الغذائي، انا في عندي بروتين، في عندي بروتينات، وفي عندي كربوهيدرات، وفي عندي فات اللي هي الدهون اللي يفترض تكون بمعظمها دهون صحيه. طيب انا البروتين على فكره ماني بحاجته بكميات كبيره جدا، يعني انا ممكن لاحظ على سبيل المثال انه طفل المدرسه 30 جرام خلال اليوم او 40 جرام هو عباره عن كميه كافيه له. طيب انا عمليا شو يفترض ركز؟ انا يفترض ركز على المصادر الكربوهيدراتيه، يفترض ركز على تعدد الوجبات خلال اليوم، يعني عمليا اذا انا بعطيه 3 وجبات كبار خليني اعملهم 6 صغار. يوزي يفاجئك هذا الامر، معقول الوجبه الصغيره؟ نعم. انا لما بخلي هذا الطفل يتناول الطعام بشكل متكرر فانا كل مره عم بستثير هرمون الانسولين الذي يفرز من البنكرياس. هرمون الانسولين هرمون اكتنائي قوي جدا. هي واحدة من الامتيازات الإيجابية، خليه نشط يعني من خلال الطاقة تماما. تمام. فإذا أنا عم بستثير هرمون الأنسولين أكثر من مرة خلال اليوم، هرمون الأنسولين مثل ما ذكرنا هرمون اكتنائي قوي. الشغلة الثانية هرمون الأنسولين لما بيرتفع رح يسحب سكر الدم، وبالتالي رح يخلي هذا الطفل يجوع بسرعة، وبالتالي رح يضطر يتناول وجبة طعامية بوقت قصير جدا. يعني عمليا فينا نقول إنه هالملاحظات هي على العكس تماما من الأشخاص اللي بيعانوا من بدانة. تمام. يعني هي على العكس تماما، نحن بنكون أمام شخص بيعاني من بدانة دائما بنحاول ننصحه إنه يقلل من الوجبات خلال اليوم ويزيد عدد الوجبات كرمال يقلل استثارة الأنسولين. نعم. دكتور بالختام سريعا لو سمحت تحذيرات لمرضى سوء التغذية غير إنه نبعد عن الفاست فود، شو في تحذيرات يعني بعض الأشخاص بيجهلوها؟ تماما. هلا إذا كنا عم نحكي عن الرضع بالبداية، مهمة مراقبتهم بالدرجة الأساسية تقع على عاتق الأهل، فأنا يفترض أول شيء راقب مقاسات طفلي، شوف هل ملابسه ظلت ملائمة له لفترات طويلة على سبيل المثال، بلاحظ إنه كل مرة الأواعي ما تغيرت نفسها ظلت لفترة طويلة رغم إنه طفلي هلا بفترة نمو، هي واحدة من الاعتبارات أنا لازم آخذها. بدي أشوف العلامات الصارخة الأخرى مثل البكاء على سبيل المثال، التعب، الخمول. بالنسبة للكبار أيضا بدي أشوف علائم الشحوب والتعب خلال اليوم، بدي راقبها لدرجة كبيرة جدا حتى اكتشف موضوع سوء التغذية. ما في مانع أني أنا أخذ قياس البي ام آي عندي، وذكرنا الأخ المشاهد كيف ممكن يأخذه عن طريق قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. نعم. ويراقب حاله، شاف حاله بحالة نحافة يعني عمليا البي ام آي تحت 18.5 مباشرة يحاول يصحح هذا الخلل حتى ما يتجه بطريقه الى سوء التغذية. اكيد دكتور مثل ما قلت هي اهم شيء ملاحظة اي علامة من العلامات اللي ذكرتها لحتى الشخص يجب ان يتوجه الى الطبيب. نتشكرك الدكتور فادي الخشروم على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لاستضافتكم.
ميرسي لك دكتور ونهارك سعيد. مهلا مشاهدينا، خلينا ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتي ماتيلدا كربور. صباحو يا ماتيلدا. يسعد صباحك ليا انت ونور وضيوفكم الكرام. مشاهدينا، موجز لاخر الاخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض النقاط بريف دمشق، اقتصرت الأضرار على الماديات. وبيّن مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 11:18 من مساء يوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات. أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم اليوم استعداد المقاومة لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود لبنان البحرية. وقال الشيخ قاسم عند إعلان لبنان وجود اعتداء إسرائيلي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون لأن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل الملائمة، مضيفا أن المسألة تتطلب قرارا ورأيا حاسمين من الدولة اللبنانية. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينيا ميخائيل أولينوف أن القرار الذي يسعى الغرب لاستصداره ضد إيران في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية غير بناء بالنسبة للاتفاق النووي. وكشف أولينوف أنه يتضح أكثر فأكثر أن نية المشاركين الغربيين في مفاوضات فيينا تبني قرارا مناهضا لإيران خلال الدورة الحالية لمجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن روسيا ستنأى بنفسها عن مثل هذا القرار. وتؤكد إيران أن التوصل إلى اتفاق مستديم وقوي في مفاوضات فيينا النووية بحاجة إلى قرار أمريكي واقعي لتعويض نهج واشنطن الخاطئ بتنصلها من التزاماتها بموجب الاتفاق وانسحابها من جانب واحد منه. وفي خبرنا الأخير، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجهيز قوات النظام في كييف نقاطا لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في عدد من المؤسسات الطبية وعيادة للأطفال في خاركوف وميكولايف. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزنتسيف أن عسكريين من القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الإقليمية قاموا بتجهيز نقاط لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في خاركوف في مباني المستشفى السريري ومستشفى المدينة رقم 25 وعيادة الغدد الصماء التابعة لمعهد أمراض الغدد الصماء وعيادة الأطفال رقم 23. وحذر من أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم باحتجاز موظفي ومرضى المؤسسات الطبية بالقوة بحجة ضمان سلامتهم. الموجز على آخر الأخبار لهذه الساعة انتهى، والآن عودة إلى برنامج صباحنا غير والزميلة ليا. إليك ليا. شكرا كثير يا ماتيلدا، وأكيد بدي أرجع جدد التحية لكل الأشخاص يلي انضموا لصباحنا لليوم، وبدي أرجع أتمنى لكم نهاركم حلو يا رب. وخلينا ننتقل إلى فقرتنا التالية يا نور. أكيد يوميا ليا عم نحاول ضمن رحلتنا الصباحية نسلط الضوء على أجواء الطقس وحالة الطقس ودرجات الطقس مع بداية الصيف، فنحكي عن درجات الحرارة والتفاوت وارتفاعها. معنا المتنبئ الجوي حسان الجردي، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على الشاشه الاخباريه. يسعد صباحك، صباح الخير يا ميت.
اهلا وسهلا فيك. بالبدايه يعني وسائل التواصل الاجتماعي كلها مطروشه انه في موجه غبار جديده، بالبدايه بس خلينا نطمن انه هل في موجه غبار جديده بسوريا او هي اشاعات وحكي فيسبوك؟ هلا بدايه صباح الخير لك لقناتكم الكريمه. بالنسبه لموجه الغبار نحن يعني بنهايات فصل الربيعيه الاجواء السليميه بتضل حاضره تحديدا بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه نتيجه العوامل والظروف المحليه بالمنطقه، فاي نشاط بسرعه الرياح رح يؤدي الى اثاره بعض الغبار المحليه الموجوده بالمنطقه. يعني نهار الخميس والجمعه في نشاط بسرعه الرياح بعد الظهر رح يؤدي الى اثاره الغبار في بعض المناطق الداخليه ان كان بالجنوب الشرقي بالجزيره الشرقيه بالباديه السوريه، يعني بده يكون منشاها محلي ولكن ليست بنفس الفاعليه ووطئه العواصف اللي كانت سابقا. بالنسبه لهذا الموضوع، اما بالنسبه للاحوال الجويه السائده والمتوقعه في المنطقه، يعني بشكل عام الاجواء عم تكون اجواء صيفيه عاديه نهارا لطيفه مائله للبروده ليلا خاصه بالمرتفعات الجبليه وخصوصا بعد تراجع تاثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي، نحن هلا تحت امتداد ضعيف له وبترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا ادى الى بدرجات الحراره الى ظهور بعض الغيوم اللي تحول الاجواء الى اجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، والحرارات بشكل عام عم تضل ادنى من معدلاتها بقليل باغلب المناطق، وببعض المناطق مثل الشرقيه مثل الجزيره مثل الباديه السوريه عم تكون الحرارات حول معدلاتها مثل هذه الفتره من السنه تماما. هلا الاجواء بشكل عام عم تكون اجواء صيفيه عاديه مثل ما ذكرت، اجواء رائعه خلال ساعات النهار ولطيفه مؤهله للبروده خلال ساعات الليل تحديدا بالمرتفعات الجبليه بشكل خاص. نهار بكره عم يكون في عندنا ارتفاع طفيف على درجات الحراره لحتى تكون درجات الحراره باغلب المناطق والمدن السوريه حول معدلاتها. فنهار الاربعاء والخميس والجمعة حرارات حول المعدل، رياح غربية لجنوبية غربية للخفيفة والمعتدلة، في نشاط على سرعة الرياح يوم الخميس والجمعة خلال ساعات بعض الظهر تؤدي إلى إثارة الغبار ببعض المناطق الداخلية. تستمر الأجواء بشكل عام حتى نهاية الأسبوع لنكون مع مطلع الأسبوع القادم مع منخفض جوي من خفيف إلى متوسط الشتاء يؤدي إلى هطولات مطرية وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل خاص باغلب الاجزاء الغربيه من البلاد، رح يعطي هطولات مطريه بتكون نوعا ما جيده بالمنطقه الساحليه. هلا درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 32 19 قنيطره 27 17 درعا 30 18 السويداء 28 18 القلمون المرتفعات الجبليه 26 16 المنطقه الوسطى حمص 30 18 حماة 33 19 بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 26 22 بالجزيرة محافظة الحسكة 35 25 بالشمال مدينة حلب 33 19 بالدير 30 19 دير زور المنطقة الشرقية 37 24 الرصة 35 22 الدارية السورية مدينة تدمر 35 24. هلا دائما نحن بفصل الصيف نتيجه ارتفاع الرطوبه النسبيه نسبه الرطوبه بالغلاف الجوي فبيكون نحن في عندنا شيء اسمه درجه الحراره اللي بنشعر فيها اللي بحس فيها الانسان هي بتختلف دائما عن درجه الحراره المسجله وهي درجه حراره الهواء الجاف. فعلى سبيل المثال مدينه دمشق المتوقع فيها 32 درجه وهي اقل من معدله بدرجه واحده لانه معدله لشهر حزيران 33 اللي عم نشعر فيها هي 33 ما فيها الفروق المختلفه تماما على المعدل تماما مع انه الرطوبه عم تتراوح بالعاصمه دمشق من ال 25 لل 70%، بالمنطقه الساحليه 26 بيشعر فيها الانسان هي 28 درجه مع الرطوبه عم تكون مرتفعه نوعا ما من ال 45 لل 90 درجه، اما المناطق الشرقيه والباديه السوريه والجزيريه عم تكون الرطوبه فيها منخفضه من ال 15 لل 35 ودرجه الحراره معها يكون فوارق كبيره ما بين درجه الحراره المتوقعه والتي يشعر بها الانسان. درجة الحرارة اللي بيشعر فيها الإنسان يعني هي درجة الحرارة المحسوسة هي بشكل عام هي درجة الحرارة الهواء الجاف مضافا إليها درجة حرارة الرطوبة النسبية، ونتيجة الأحوال والأجواء السليمية المستمرة بشكل خاص بالمناطق الشرقية والبادية بنحذر من خلال منبركم دائما من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب هذه الأجواء بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية. طيب شكرا لك.
طيب استاذ حسان، يعني ذكرت خلال حديثك نقطتين مهمين، قلت في نشاط لحركه الرياح باتجاه الشرق يعني مع هطول بعض الامراض، رح نشوف في الاسبوع القادم هطول بعض الامراض باتجاه الساحل، وفينا نقول الحاله السديميه للجو او حاله الغبار كمان في الاسبوع القادم رح يكون في تكرار لهي الحاله لهي الاجواء. هلا بشكل عام المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية خلال فصل الصيف والفصل الغربي دائما بشكل عام في اجواء سديمية فيها، ولكن في فرق ما بين الطقس السديمي وطقس الغبار المسارع بفعل الرياح الطويلة. هلا النشاط بسرعة الرياح رح يكون نهار الخميس والجمعة، في نشاط عليها لأنه في هبات رح تكون نشطة نوعا ما بعد الظهر بيوم الخميس ويوم الجمعة، هذه بتؤدي إلى إثارة الغبار ببعض المناطق الداخلية مثل المناطق الجنوبية الشرقية الشرقية البادية، مدينة تدمور، مدينة دير الزور، الرقة، الحسكة، هذه المناطق يعني نتيجة انه طبيعة المنطقة، نوعية التربة، الامتداد الافقي لها، العوامل الجغرافية اللي بتأثر فيها، كلها بتساعد على إثارة الغبار بهذه المناطق. هلا احتمال كبير انه لما يكون في نشاط ان كان الاسبوع القادم او اللي بعده بسرعة الرياح يؤدي إلى إثارة هذا النوع من الغبار. أما الأجواء السديمية هي عبارة عن عوالق وجزيئات ترب بتكون دقيقة موجودة بالغلاف الجوي، هيدي ما بتروح من الغلاف الجوي، ما بتخلص منها غلاف جوي وبتنقى إلا عن طريق الهطول المطري أو وجود رياح بتكون رطبة نوعا ما تنقلها إلى مكان ثاني. نعم استاذ حسان، نحن دائما بنعزبك وبنتمنى لك كل الخير، وشكرا كثير لك وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها عن احوال الطقس لليوم وللايام الجايه. ميرسي كثير لك. يسعد لي صباحك. صباحك. شكرا لك المتنبئ الجوي حسان الجردي. اما هلا بننتقل لمادتنا التاليه. برعايه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل اقامت مؤسسه وسام الخير حفل تكريمي لذوي الشهداء على مدرج جامعه دمشق. التفاصيل خلونا نتابعها مع زميلنا ماهر رجب. تقديرا لتضحية الشهداء في سبيل الوطن وتقديرا لعائلاتهم وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كرمت مؤسسة وسام الخير مجموعة من أسر الشهداء على مدرج جامعة دمشق. نحن اللي تكرمنا فيهم كلهم، نحن سعدنا بحضورهم، نحن شو ما أعطيناهم ما بنقدر نفيهم حقهم، لأنه قدموا أكثر مما نحن بنتصور، قدموا أرواحهم، قدموا حياتهم لحتى نعيش نحن، لحتى نقدر نكمل نحن، وإن شاء الله على هاي سايرون كلنا مشروع شهادة بهذا البلد. كان برنامج تنسيق بين محافظة حلب وباقي المحافظات بتكريم 400 أسرة شهيد بدمشق، 400 أسرة شهيد بمحافظة حلب، 200 باللاذقية، 200 بطرطوس، 200 بحماة، 200 بحمص. فنحن اليوم متواجدين في محافظة دمشق من أجل نحن نتكرم بهي الأسر اللي نحن هن قدموا أغلى ما يملكوا لولا دماؤنا الطاهرة لما صمدنا ولما قاتلنا، ونحن هلا حاليا جايين نتكرم فيهم. التكريم تضمن 400 أسرة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري، تقديرا لبطولاتهم ولما قدموه في سبيل رفعة وعزة بلدهم. الشهداء إن شاء الله يكونوا براس عز وشهادة ونصر لوطننا الحبيب بعد هالتعب، وضحينا كل هالتضحيات، وإن شاء الله إحنا أسر الشهداء نكون يا رب قدمنا بكل ما نملك وكل ما أغلى عنا في سبيل الوطن. نتمنى للوطن بالأمان، نتمنى للشهداء الرحمة، ولأبطال الجيش العربي السوري نتمنى لهم كمان أنه يكونوا دائما بالمقدمة. دماء الشهداء الزكية التي روت تراب الوطن رسمت ملامح النصر وسطرت الملاحم في مواجهة الإرهاب وداعميه.
يعني متابعينا بصباحنا، وقديش مهم انه نحن كأهل او كأشخاص عاديين نعرف شو هي الإسعافات الأولية يعني اللي بتخص النفسية للأطفال، ورح نحكي أكثر كيف فينا نحن يكون عندنا هاي الثقافة، كيف فينا نحن نتعامل مع الأطفال نسعفهم بشكل صحيح إذا تأزمت نفسيتهم، ما نفرق بينهم وبين إخوتهم إذا كان في إخوة، رح نحكي كل هالشيء مع ضيفتنا الأخصائية النفسية شزا عبد اللطيف. صباح الخير يا شزا. يسعد صباحك، نهارك حلو. صباح الخير. صباحك. خلينا بالبداية نحكي ونعرف يعني نبسط للناس أكثر شو معنات إسعافات أولية نفسية للأطفال. تمام. مثل ما بنعرف أهمية لما أنت تصابي مثلا بجرح قديش مهم أنه أنت تسعفيه من اللحظة الأولى. لما بنسأل كل أم حاليا، أنت لما يصاب ابنك لما بيكون عم يلعب بلعبة أو مثلا بالشارع عم يمشي شو بتعملي؟ بتقلك أنا بهرع مثلا لشندة الإسعافات الأولية اللي أنا بتكون عندي بالبيت لحتى أنا أعقم له جرح وضمد له إياه وما خلي هذا الشيء أنه هو يأثر على صحته وعلى جسده. هذا الشيء تماما المثال البسيط اللي بدنا نشبهه بالإسعافات النفسية الأولية يلي بتكون عند الأطفال، اللي هي الإجراءات يلي بتكون العناية الفورية يلي بتعملها عفوا الأم تجاه الطفل من خلال أزمة نفسية هو عم يمرق فيها أو موقف ضاغط موقف صعب مرق فيه لحتى هي تقدر إنه تخفف أثر الموقف الصادم يلي هو مرق فيه، وتحاول إنه هي ما تخلي هذا الشيء يأثر على سلوكه لبعدين. وقد ايه مهم هذا الشيء ببناء شخصية الطفل. نحن بنعرف انه من لما بيطلع معنا مثلا اضطراب خلال فتره المراهقه او لما الشخص بيكون بالغ، فنحن بنرجع لخبرات الطفوله يلي هو مكتسبها، الاحداث الصادمه يلي بيكون هو عم يمرق فيها يلي هي اثرت بشكل كبير لانه هي بتكون ما عولجت بشكل صحيح، بقى بتاثر بعدين لوقت لانه هو يكبر. نعم. شو هو السلوك يلي فيها الام او الاهل يتدخل ويكون في إسعافات أولية نفسية لإله، وشو هو السلوك يلي لازم نحن ننتبه ونلجأ إلى أخصائي نفسي؟ تمام. هلأ بالنسبة للأم أو لمقدم الرعاية، الأشخاص اللي هنن محيطين جدا ببيئة الطفل هنن كتير قادرين يلاحظوا التغيرات السلوكية اللي بتطرق على الطفل. ممكن كتير كنا هلأ عم نحكي تحت الهواء أنه الطفل ما كتير بيعبر والطفل ما ممكن أنه أنت تحذري عن جد إذا هو صاير معه شيء أو هو ممكن يخبرك بلحظته. فنحن منبلش نطلع على التغيرات اللي هي صارت معه. ممكن يكون في عنا في فترة مثلا صارت فجأة انخفاض بتحصيله الدراسي بدون ما يكون في عنا مثلا أسباب عائلية أو أسباب صحية أو حتى أسباب عقلية بتكون عند الطفل، من خلال يكون عنده فرضا صعوبات تعلم، ممكن يكون عنده صعوبات بالدراسية آليات تأقلم أي شيء من هذا هو ما عنده إياه. صار في عنا مشاكل بالتحصيل الدراسي، صار في عنا سوء بالتواصل بينه وبين أصدقائه، عم بيحس أنه هو ما عم بيحب أنه يروح على المدرسة. ممكن يكون عنا مشاكل عزلة، مشاكل وحدة، عم يلاقي صعوبة بأنه هو يكون مع أسرته، عم يتمرد على الأهل، عم تطلع منه مثلا مشاعر دائما حزينة بدون ما يكون في عندك أنت موقف حزين هو عم يمرق فيه. ممكن كتير يكون في عنا سلوكيات، هاي السلوكيات أو التفاصيل اللي هو بيعملها بتكون غريبة لموقف كتير عادي ممكن أنه هو يمرق، عصبية زائدة، انفعالية زائدة، كل هاي العلامات بنقدر أنه نحن بالنسبة للأم أو بالنسبة لمقدم الرعاية قادرين يلاحظوا هاي التغيرات اللي بتصير عند الطفل. ولكن ما فينا نقول أنه إذا طفلك عم يمرق بهي الأعراض أو العلامات فهو في عنده أزمة نفسية عم يمرق فيها أو في عنده موقف صادم تعرض له. بجوز هي حالة مؤقتة. تمام. بدنا نشوف شدة هي الأعراض يلي هي عم بتصير، قديش مدى الأعراض على المدة الزمنية اللي هي عم بتصير، قديش استمرت. إذا استمرت لفترة زمنية طويلة تمام وبدون ما يكون في نحن في عنا مثلا هي العلاقة المباشرة بين الأم وبين الابن حتى نحن نعرف بالضبط هذا الطفل إذا مرق موقف صادم ولا لا، نحن بحاجة لحتى نراقب الشدة المدة التكرار لهي الأعراض يلي هي عم تطلع عند الطفل، وبعدها منشوف إذا نحن ما قدرنا أنه نحن نتدخل، يعني ما كانت مثلا الأم من بيئة داعمة للطفل من الشخص الإيجابي اللي هو بيكون حواليه، نقدر هون نلجأ لاختصاصي أو لمعالج لحتى يقدر يشخص بالضبط شو الوضع اللي هو صاير مع الطفل ولنقدر نعرف من الطفل شو الموقف يلي هو متعرض له. هون لما تكون الأسباب غير واضحة
للأهل إنه هو فعليا يعني صار معه شيء صادم نفسي أدى لهذا السلوك. بس في أسباب واضحة يمكن اليوم ما في بيت يمكن ما مر فيها بسبب ظروف الحرب، فقدان أكيد. عزيز أكيد. حدا خسر بيته مكانه، الطفل بيتعلق بطريقة مختلفة. لما يكون أنا عندي هي الأسباب الواضحة كأهل كيف فيني أتصرف، يعني كيف فيني أنا فعليا أتعامل مع الطفل بحالة الإسعافات الأولية؟ يعني صار عنده صدمة باللحظة أنا كيف بدي أتعامل معه، وعلى مرور الوقت كيف فيني أنا أتعامل معه. مهم بالدرجة الأولى تثقيف الأهل، لأنه بأي موقف ضاغط ممكن أنه يتعرض له الطفل، ممكن الأهل ما يعرفوا يتعاملوا مع هذا الشيء بشكل كبير. هذا الشيء بده يسبب لنا ندبة لبعدين هي حتظهر بالمستقبل. لما نحن بيكون عندك مثلا الأم الداعمة، الأم الإيجابية، قادرة بلحظة أنه هي تعرف أنه الطفل مثلا مرق، ممكن يكون في عنا عنف أسري عم بيصير بقلب البيت، ممكن يكون في عنا حالة طلاق أو انفصال بين الأهل، ممكن حالة تهجير، ممكن حالة أنه صعوبة التأقلم مع المجتمع المضيف اللي هو تواجد فيه الطفل لظروف معينة، سوء بآليات مشكلات مثلا بآليات التكيف، أي مشكلة من هي لازم تعرف الأم كيف تتعامل مع هذا الطفل، كيف هي بدها تعرف أنه هو بهي اللحظة هو بيكون فاقد للأمان. فبدنا نحاول أنه نحن نلبي حاجته للأمان، نحسسه بالدعم بهي الفترة المؤقتة اللي هو عم يمرق فيها، نحاول انه نحن نسمع له. نعرف كثير انه الاطفال ما بيعبروا للاسف، في كثير اطفال عندك بيحاولوا انه هن يطلعوا بهي السلوكيات العدوانيه اللي هي عم بتصير، او سلوكيات الغضب، او حتى مشاكل الدراسه، بس هو ما ممكن يجي يقول لك انه انا عم بمرق بمشاكل معينه. ممكن تلاقي الطفل بالبيت حدا قادر انه هو يعصب على اخواته، انفعالي عصبي، عنده سلوكيات كثير غريبه ممكن تكون بالبيت، ولكن بتجي بالمدرسه بتلاقي انه هو حدا خجول انطوائي بيقعد بآخر مقعد، مانو مثلا بالتحصيل الدراسي اللي هو جيد. بقى بدنا نلاقي هذا الفرق، لأنه الأم بوقتها ما بتكون عرفت أمنت هذا الدعم الأساسي اللي هو بيكون موجود للطفل. بنحاول من خلال أنه نحن نتقرب منه، نسمعه بالضبط الإصغاء للطفل، لحتى نحن نعرف بالضبط الطفل شو الموقف اللي هو مرق فيه، شدة الموقف. نحاول أن ما عبر الطفل بالكلام، نستخدم وسائل تانية لحتى هو يعبر فيها، إن كان بالرسم، إن كان بالمسرح التفاعلي، إن كان بنغرسه بأنشطة. هي الأنشطة هي قادرة أنه تخلي الطفل يعبر بطريقة غير مباشرة. ممكن كتير أطفال تقولك أنه أنا بخاف أني أنا أعبر، لأنه أنا ما بعرف أهلي شو رح يعملوا إذا أنا عرفوا مثلا بالشيء اللي هو صار معي. تمام، ما بيكونوا الأهل عاطينه للطفل هذا الأمان، هذا الأمان اللي هو حاليا هو بحاجته. نحاول بعدها أنه نحن طبعا بعد السلوكيات السلبية اللي تكون عم يطلع فيها الطفل من حالات العزلة ومن حالات سوء مثلا بالتواصل بالعلاقات، نحاول نرجع نعزز دوره خلال الأسرة، نشوف الطفل شو الشيء اللي فقده خلال هاي الفترة، شو الأشياء اللي هو ما عم يقدر أنه يعملها من خلال واجباته الدراسية، إذا في عنده أصدقاء ممكن أنه هو يقعد معهم. نحاول نرجع ننميله تفاصيل، نوطد العلاقات بينه وبين أصدقائه. نحاول كمان أنه نحن كأسرة نكون بيئة داعمة إيجابية، تكون قادرة أنه أنا هذا الطفل شو ما صار معه أنا بعرف أنه هو رح يجي ويحكي لي. طبعا نحن بنعرف أنه في عنا فروق فردية بين كل طفل وطفل. صحيح. ممكن طفل يمرق بموقف يعبر ويحكي ويكون عنده كل هاي التفاصيل اللازمة أنه هو يشرح لك إياها، أطفال لا. ولكن هذا الشيء بيرجع الأساسي لدور الأم بالأسرة. نعم. شو إذا أي عمر فينا نقول أنه في أزمة بسلوك الطفل، ولا أي عمر، من أي عمر نحن بنبلش نقيم، ولا أي عمر ممكن كمان يتعرض أو يتضعضع سلوكه؟ تمام، فينا نقول من بعد السنتين، من بعد عمر السنتين، لأنه نعرف أنه هو بيكون من عمر الأشهر للرضيع للسنتين هو بيكون ما عنده القدرة أنه هو يعبر، غير بالبكاء، غير يعني بسلوكيات انت ما فيكي انه انت يمكن تفهمي على هذا الطفل شو الاشياء اللي هو عم يمر فيها. ولكن من بعد عمر السنتين نحن بنقدر نعرف
الطفل شو هي الأحداث الصادمة اللي هي عم تمرق معه؟ هو ممكن كثير أنه يمر بأزمة، قلت لك ممكن يكون في عنا أزمات داخل المنزل وأزمات خارج المنزل. تمام، بس إمتى فيني أنا أقول أنه لازم أتوجه لداعم نفسي يعني لحتى يكون شريك؟ ويمكن العلاقة اللي هي بتتخليني أتوجه للداعم النفسي، لأنه مثل ما قلتي ما في هذا الأمان أو العلاقة المتينة بين الأهل والطفل. أكيد لما بيكون في عنا الأهل ما عندهم الثقافة النفسية والوعي النفسي لحل الأزمات أو المشكلات اللي هي بتكون موجودة عند الطفل، من الضروري وما له من العيب أنه الأم تتوجه لأختصاصي لحتى يعزز دور الوعي عندها والثقافة النفسية بأنه أنا شو ممكن أني أنا أعمل لحتى أنا أحمي طفلي من الأزمات النفسية اللي هو عم يمرق فيها. مثل ما بنعرف المرأة الحامل لما هي بتكون مثلا خلال فترة حملها كثير بتتوجه لعند طبيب لحتى أطفال لحتى هي تعرف كيف تتعامل مع الطفل المولود حديثا، فهي مثل هذا الإجراء نحن فينا نستخدمه مع طبيب نفسي أو إذا ما بدنا طبيب نفسي ممكن أخصائي نفسي قادر يعطينا هي الثقافة اللي نحن بدنا إياها. صار عم نقول علاقة الأم، يعني الأم تتوجه قبل الطفل، ما فيني أنا هلا هي بالبداية إذا ما كان عندها المعلومات الكافية إنه هي تتعامل مع أزمة الطفل، ولكن إذا شفنا إنه أنا عم بقدر إني أنا أتصرف معه بمواقف معينة وعم بستخدم سلوكيات لحتى أنا أقدر إني أنا طلعه من هي الأزمة وعم حاول أستخدم كل مثلا الطرق اللي أنا متعلمتها، أنا ما عم لاقي فروق بحالة الطفل، يعني أنا الحالة ما في عندي تحسن فيها، ما عم بوصل لحالة الشفاء. ممكن يكون في عنا سلوكيات ظهرت جسدية، ممكن أعراض جسدية، حالات ممكن في عنا حالات تبول لا إرادي، حالات اضطرابات النوم، في عنا اضطرابات التأقلم. هي التفاصيل لما هي بتطلع وهي ما عم تتحسن أنا هون بحاجة لاستشارة أخصائي لحتى أنا يحدد لي بالضبط شو الأشياء اللي أنا لازم الدور المكمل لدوري لحتى أنا نساهم بحل هي المشكلة. وما فينا ننكر أهمية أنه أنت لما بيكون عندك أنت والأخصائي مع المدرسة الثلاث جوانب هي أساسية ومكملة لبعضها. ممكن كتير الأم مع الطفل تكون عم تشتغل دورها على أكمل وجه، ولكن بالمدرسة ما في أدوار مكملة من قبل الأستاذ، من قبل الطلاب بالمدرسة، من قبل المدير. فنحاول أنه نكون نحن الثلاثة نشكل بيئة داعمة لحتى نطلع الطفل بأقل الخسائر من هي الأزمة. نعم شذا، خلينا ننوه إذا نحن ما أنقذنا الطفل بهي الفترة العمرية قديش لما بيطلع على المراهقة رح يكون متزعزع، رح يكون عنده رفض لأهله، رح يكون عنده رفض ممكن للمجتمع، رح يكون في عنده سلوك يجره إلى الخطأ، وخاصة يمكن إذا ما كان في هاي الثقة يلي عم نحكي عليها من أول اللقاء بين الأهل وبين الأبناء. خلينا نحكي عن هالردود يلي بتطلع بعمر المراهقة إذا ما أنقذنا ولدنا. تمام، هلأ بالنسبة للصدمة النفسية لما هي بتطلع من عند الطفل هي إذا بدنا نحكي فيها بشكل علمي هي هذا الحدث المفاجئ يلي هو بيحدث بشكل مفاجئ لهذا الطفل، بيكون في له أسباب وبيكون في له تداعيات كتير كبيرة على نفسية الطفل، بيهدد حاجته للأمان، بيهدد ثقته بنفسه. هذا الطفل إن ما عرف أنه هو يتعامل مع هذا الحدث الصادم، طبعا ذكرنا أنه الدور الأول للطفل، الدور الثاني هو للأم. صحيح. إذا ما عرف أنه هو يتعامل مع هي الصدمة النفسية فهي حتشكل عنا رد نفسي. هذا الرد النفسي ممكن هذا الطفل مثل ما ذكرتي يصير في عنا ممكن اضطرابات اكتئاب، اضطرابات قلق. هي الاضطرابات يلي هو ممكن ما يعرف هو سببها اللي هي عم تصير معه مثلا بفترة المراهقة. نحاول نرجع للطفولة يلي هي ندرس كل مراحل الطفولة يلي مرق فيها، يا ترى شو الأشياء يلي الطفل لقى فيها حلقة مفقودة أثرت وتركت عنده هي الندبة، إن كانت من خلال علاقته مع أهله، علاقته مع الأسرة، شو التفاصيل يلي أنا بقدر أني أنا أشتغل عليها وأكيد مع المدرسة. نحن ذكرنا أنه الثلاث جوانب هي كتير مهمة بإدارة هي الحالة عند الطفل. يمكن ذكرنا نقاط مهمة معك، وقديش فعليا البيئة المحيطة فينا نقول بتلعب دور داعم لحتى أكيد. الطفل يتخطى هي المرحلة وما تأثر على شخصيته. البيئة الداعمة قديش هي بتلعب دور كتير كبير، كتير مثل ما قلت هي ثلاث عوامل فينا نحكي المدرسة، الأهل،
الدعم النفسي بشكل أكيد. وحتى اساسا ما وصل للدعم النفسي، يمكن البيئه هي كافيه. وحتى اذا فينا نقول انه انا وصلت للدعم النفسي، فهذا شيء نحن هلا بنعرف هي الوصمه الموجوده عند الداعم النفسي او الاخصائي النفسي. هذا شيء من حقوقنا الطبيعيه اذا فينا صحيح. نقول وشيء صحيح انه نحن نلجا له لما نحن نشوف انه فلتت زمام الامور من ايدنا. ولكن اذا نحن ما بدنا نوصل لهي المرحله، نحاول نشوف من الاشخاص المحيطين بالطفل، من ان كانوا الاهل او اذا كانوا مقدمي الرعايه، نحاول انه نحن نغرس شو هي الاشياء اللي انا ممكن اعملها لطفلي لحتى هي ما تترك عنده ندب لبعدين، وما تخليه يكون في عندنا فينا نقول بيئه خصبه للاضطرابات ممكن انا اتفاداها اذا انا حليت المشكله من جذورها او من الاساسيات الداعمه اللي نحن عندنا اياها. نعم شذا، دائما المشاكل الحياتيه، الوضع الاقتصادي الصعب، التفكك الاسري ببعض الاحيان، وخاصه يمكن خلينا نحكي على الاسره غير البيت اللي هي بيت تيتا وبيت جدو والعمة والخالة، والتدخلات البلا طعمة. خلينا نحكي يعني هدول القصص قديش لازم ينوضع لها حد، وما نركز بس على الأم، نركز على كمان الجو المحيط أنه هو ياخد بعين الاعتبار كل الأمور لتنشئة حياة طفل هنية بالمستقبل. تمام، لما الأم بتاخد قرارها أنه أنا بدي أوضع حدود لطفلي، حدود لتنشئة طفلي وتربية طفلي، أنا الشخص الوحيد المؤثر اللي هو قادر أنه يغرس هي المورثات القيمة اللي أنا بدي إياها بالطفل، إن كانت هي وإن كان الأب، بشكل دور كتير كبير طبعا بالتفاهم بين الأب والأم. ممكن بتشوفي في عنا بالعلاقات الأسرية أب هو كتير بيشد مثلا، الأم هي بترخي من عندها. أنا بقول لك إنه لا، أنا في أشياء أنا إذا طلبتها من ماما بترضى، إذا طلبتها من بابا ما بيرضى. فهذا الدور وهي الكيمياء هي مانا عن عفوية جاية بين بين الأب والأم، هنن في هذا التفاهم بيناتهم لحتى كل حدا فيهم يعرف شو دوره. لما الأم بتحاول إنه هي تحط حدود لتنشئ الطفلة، هذا الشيء من بداية العلاقة ما تسمح لأي حدا إنه هو يكون مؤثر على الطفل. تحاول تكون على تماس مباشر مع المدرسة لتعرف شو السلوكيات اللي هي عم تظهر جديدة عند الطفل. تحاول إنه هي خلال مثلا الأقران يلي هن موجودين عند الطفل تعرف بالضبط هو وين عم بيروح، شو الفئة اللي هو عم بيكون متواجد معها، ممكن إنه هو يكتسب منها أشياء جديدة، ممكن إنه هو تلاقي سلوكيات ظهرت على الطفل هي ما ممكن تكون تداعي لحدث صادم أو لتغير جديد صدف معه، ممكن يكون عن أصدقاء متعرف عليهم جديد وعم يكتسب منهم هاي السلوكيات. فنحاول نضل عيننا على الطفل لأنه بهاي المرحلة اللي هو عم تتكون البنية النفسية عنده هي أهم مرحلة، وهي اللي بتأثر بعدين على مرحلة الكبر. أكيد الوقت معك خلص بسرعة، وحكينا عن نقاط كتير مهمة. أساساً تربية الأطفال اليوم ضمن هاي الظروف هي مسؤولية كتير أكيد. كبيرة على عاتق الأهالي. بدنا نشكرك بالختام اختصاصية نفسية شذا على وجودك معنا، شكراً كتير لك. شكراً كتير لألكم، يعطيكم العافية. ميرسي لك يا شذا ونهارك سعيد. شكراً. أما هلأ ليا بننتقل لمادتنا التالية، وخلينا نروح سوا مع ضجيج مولدات الإمبيرات الذي يعكر صفو الدراسة ويؤثر على صحة الطلاب، لم يعد موجود بمدرسة الفرح للراهبات. مراسلات سيدة المعونة الدائمة في مدينة حلب، ليش؟ لأنه تخلصوا منها نهائيا رغم كل الظروف الصعبة من خلال الطاقة المتجددة اللي عطت حياة مختلفة للمدرسة وللطلاب. خلونا نتعرف على التفاصيل مع مراسلنا بحلب أنس رمضان. لن يضطر أحد من هؤلاء التلاميذ بعد الآن من الاستماع إلى ضجيج مولدات الأمبيرات الذي يعكر صفو الدراسة، كما لن يستنشق دخانا ينعكس سلبا على صحتهم والبيئة. فمدرسة الفرح لراهبات مرسلات سيدة المعونة الدائمة في مدينة حلب تخلص نهائيا من ذلك، بالإضافة لتحديات عدم توفر المحروقات بشكل كاف بعد تركيب ألواح كهروضوئية تعمل لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة. الطاقة البديلة الحقيقة هي بالدرجة الأولى صديقة للبيئة، وبتعرف نحن أخذناها لأنه بتعرف ظروف الكهرباء والمازوت بالبلد، يعني هي كتير سهلت علينا، والطلاب بحاجة لإنارة
تعرف انت هلا كله الكتاب وهيك شيء محتاجين لإنارة دائمة، فشفناها كتير ممتازة خصوصا حسب توجيهات السيد الرئيس، كمان فضل انه يكون في استعمال لها الطاقة، الاتجاه للطاقة، فقلنا ليش لا، يعني عملنا جهدنا حاولنا انه بركن نقدر نحصل على هالدعم. نشكر الإيدين البيضاء يلي ساعدونا عن طريق الكنيسة وقداسة البابا، اعتمدنا على الطاقة البديلة فشي دائما متجدد، فهذا المشروع انه خلانا انه نعتمد على المواد المتجددة اكثر من المواد الغير متجددة، مثل يعني بيجي انه ضوء ونتدفى بالشتاء وما بضل في صوت مولد، يعني صار احسن طبعا، يعني لانه كنا نعتمد على امبيرات واكثر هيك شغلات، فهلا صار انه بعد ما نعتمد في صار دقه شمسيه وهيك شغلات، ايه فيعني صرنا نعتمد عليها اكثر. يعني يبين ضياء احد العاملين في مجال الطاقه البديله ان العمل لم يستغرق سوى ايام قليله، اختصرت سنوات من التعب كانت قد واجهت المدرسه من ناحيه تامين الاناره والمياه الدافئه في فصل الشتاء. في ظل الواقع اللي عم نعيشه نحن اليوم بسبب قلة المحروقات وغلاء الأمبير، التجأت العالم لثقافة الطاقة البديلة، انتشار واسع كان على الصعيد الزراعي والتجاري والمنزلي، حتى المدارس اليوم نحن صرنا نشوفها بالمدارس والجامعات والمشافي والمعامل. حتى أنا بحكي فنياً إنه اليوم وقت بركب جهاز ذكي، هالجهاز الإنفرتر عم بيعطيني الفولت الأمبير الهيرتز بشكل كتير نظامي، وهذا كتير شيء كويس للأجهزة الإلكترونية الموجودة بالمدارس بالجامعات ككمبيوترات طابعات. من يشاهد شوارع وأحياء حلب يدرك تماماً ما تسببه مولدات الأمبيرات للأهالي من ضرر على الصعيد البيئي والاقتصادي، ولعل ثقافة الطاقة البديلة التي بدأت تنتشر لا سيما في المدارس تنهي هذا الحال وتغيره للأفضل. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. ووصلنا لنهاية فقراتنا لليوم، ومع ختام العام الدراسي أقيم العديد من النشاطات الترفيهية الفنية الهادفة للأطفال، ومنها فعالية شعوب العالم في المركز الثقافي العربي بالعدوي، حيث قدم للأطفال من خلال أو قدم للأطفال العديد من الرقصات الفنية. ورح نحكي أكثر عن الفعاليات مع السيدة عبير صاصيلة القائمة بالفعالية. أهلا سهلا فيكي، صباح الخير. وايضا بدنا نرحب بالمعلمه نسرين العزي، اهلا وسهلا فيكي، حضرتك مشاركه ايضا بالفعاليه، صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا كل عام وانتم بخير بمناسبه انتهاء العام الدراسي. اهلا فيكي، يسعد صباحكم. بالبدايه خلينا نحكي عن هذا النشاط، كيف بلشتوا التحضيرات وشو المختلف لما نقول نشاطات فنيه ثقافيه تقام بشكل مستمر للاطفال؟ هلا اكيد التحضير مع الطفل بياخذ وقت كثير طويل، مو مع مثل وقت بتتعاملي مع حدا كبير. حقيقه نحن بلشنا باول الفصل الثاني التحضيرات لها، اول شيء الفكره تبعها شلون بدنا ننسق مع الاهالي لحتى نفهم الاهالي شو الطرق اللي بدنا نمشي فيها، الطريق اللي بدنا نمشي فيه، طريقه تفهيم الطفل مشان ما يفوت على يرقص رقصات وما له فهمانه او عرفانه، كلياتها فهمناه شو قصدنا من النشاط. هو كان عن شعوب العالم، بقى كانت كل فئة نقيناها لتقوم ب تأدي شيء، كنا نفهمهم شو الثقافة اللي فايتين فيها. يعني مثلا كانوا شيء عم ياخذوا عن الهند، بقى كنا بنفهمهم انه هيدا الهند بلد الألوان، لبسها كله ألوان، شو فيها مثلا ثقافات، شو فيها مثلا معالم مهمة، تاج محل كذا، لحتى الولد يفوت يبلش فيها يكون فهمان شو عم يساوي. هي شغلة كتير مهمة للأطفال انه نحترف عقلية الطفل اللي احنا فايتين فيها. الوقت كتير بياخد لحتى نعرف شو الرقصات اللي بدنا نعملها، شو الشيء الحركات اللي بتناسب الأطفال. خصوصا مع عمار صغيرة نحن عم نحكي، يعني 4-5 سنوات عمار صغيرة كتير كبيرة تماما. يعني احنا كنا من 3 سنوات عم نشتغل، يعني في عالم كان عمرهم 3 سنوات وتوقفوا على الستيج وما تلبكوا قدام الأهل، يحفظوا الحركات، هيك كانت الصعوبة. يعني نعم نسرين، لكن بما أنه عم نحكي عن الصعوبات بالأعمار وكيف فيكم تضبطوا الأطفال على خشبة المسرح
وانه التدريبات اكيد هي غير لما يكون في عدد كبير من الجمهور، من الاهل، من الاصدقاء ومن المعلمات ايضا الموجودين. صار في هيك فيدباك بعد او قبل البروفا؟ اكيد رح تكون غير العاده. نحن اول شيء مثل ما قلت لك انه بلشنا من الفصل الثاني، يعني دربناهم كيف بدهم يوقفوا، كيف بدهم يستعدوا، شلون وقفه المسرح. يعني اول مره بده يطلع الولد قدام الاهل يعني ويشوفوا، يعني اول يعني كثير كثير شغله صعبه بينما هو يكون عنده ثقه بنفسه يعني ليبلش يطلع. تعاوننا كلياتنا على هذا الشيء يعني لبين ما وصل واعطيناه ثقه بنفسه، وحتى مع رفقاتهم يعني قديش هو بده يكون متعاون يعني انه امتى بده يطلع، امتى بده يعمل هاي الحركه. يعني كان في شويه صعوبه بس طبعا وقت كنا كلياتنا صف كامل يعني الحمد لله مرقت الامور يعني كانت. طيب خلينا نحكي نسرين، الفعاليه اقيمت تحت شعار فينا نقول شعوب العالم، كان في رساله واضحه يمكن من خلال تقديم هذا العرض الفني، وقديش مهم فعليا هي الرساله توصل بطريقه فنيه فينا نقول ترفيهيه للطفل. هلا نحن لعبنا على التآزر بين الحسي والسمعي البصري للطفل، يعني انه قد يطلع على الستيج يقدر يعمل الحركات هي، وبالاضافه انه يتعلم انه ثقافه شعوب العالم الفكريه الثقافيه التقاليد الصفات تبع كل يعني منطقه، مثلا مثل الهند مثل ما قلت لك صفاتهم شلون لبسهم، يعني هيك يعني كانت كلياتها هي رسالة انه توصل للطفل يعني عن طريق الرقص، عن طريق في الحركات، عن طريق هيك شغلات يعني. تماما ست عبير، يعني دائما ضمن صباحنا نحن بنركز على سلوك الاطفال، بنركز على الظروف يلي مرقنا فيها كلنا وقديش تاثروا الاطفال، يلي نحن لازم دائما نركز على ثقافتهم، على تفريغ الطاقه، تفريغ الضغط يلي نوجد خلال السنوات يلي مرقوا فيها، تفريغ طاقه الاهل السلبيه يلي كمان وضعنا الاقتصادي والوضع العام بشكل عام عم ياثر على الاطفال. اليوم نحن كمدرسات كمشرفات على الأطفال عم نقدم لهم شيء ثقافي، عم يفرغوا من خلال الرقصات، عم يتعلموا، عم يلتهوا. قديش اليوم مهم أنه نحن نعطيهم هاي الثقافة، أنه نحن نعلمهم كيف يفرغوا طاقاتهم بشكل صحيح لحتى يمكن تماماً هيك ينشأ جيل سليم وسوي فكريا. هلأ أهم شيء بالفكرة اللي قلتيها احترام عقل الطفل. نحن كتير مهم أنه نحترم أنه هيدا الطفل ما عمره 3 سنين أنه نحن بنمرشي شيء بدون ما يعني. كتير مهم انك الطفل تعلميه بالضبط انت شو ماشي وين شو صاير معك، وتشرحي له مشاكله. يعني بغض النظر عن الحفله، ما بتتخيلي الاطفال كانوا يطرحوا علينا اسئله وشيء يخيلونا نغير مسرى تدريس مثلا او درس كامل من طفل، وفي شغلات بصراحه هن تجاوزونا فيها، يعني هن كان الطفل فيها أذكى من المعلمه تبعه. أسئلتهم ما بتقدري توقفي قدامها أبدا ما تكوني تحترمي ذكاء هذا الطفل وتجاوبيه بطريقة ممنهجة وصحيحة، ما فيكي أبدا تلتفي عليه. وفي شغلة كتير مهمة، الرتم السريع للحياة كتير عم يخلي الطفل يتغير تماما طريقة تدريسنا يعني له. يعني ما عاد فيك مثلا تحطي له حرف وحرف وتقولي له هجي، ما هو أسرع من هيك وعم يكمش اليوتيوب ويفوت عليه وكذا. صرتي لازم تحترمي هاي الطريقة، نحن صرنا بالرتم السريع. لهيك بالحفلة تبعنا سويناها حفلة استكشافية، يعني هو الطفل استكشف الحضارات بشي هو شايفه، بشي عم يقوم فيه حسي حركي، عم يشوف هاي الثقافة. خليناهم يفوتوا قبل ويبحثوا عن الثقافة، مثلا عن روسيا، فاتوا عن روسيا، صار يجي الولد ثاني يوم نتفاجئ فيه وقت عم يحكي لنا عن روسيا هو، انه انت شلون عرفت؟ انا فتت على اليوتيوب وطرحت هذا وفتت وشفت. مثلا وقت نحكي مثلا كنا عن افريقيا، يجي يقولونا ثاني يوم انه ما بيحكوا، احنا لازم كنا عم نحكي شيء عن افريقيا البدائيه كانت الرقصه تبعنا. كثير تفاجئنا حتى بطريقه ايتون لزي، كنا عم ناخذ رايهم يعني انتم بتحبوا هيك ولا بتحبوا هيك، يعطونا افكار عن جد كنا نتفاجئ فيهم. يعني بصراحه هن عم يتجاوزونا، جيل خطير، جيل خطير وعم يتجاوزونا، وكثير حلو التعامل معهم لانك بتحسي عن جد عم تتعاملي مع ملاك. نحن عم نحكي عن اعمار صغيره لما نقول 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وعم نقول انه هن عم يحبوا يعرفوا يستكشفوا، وعم نلعب على كثير التفاصيل منها، الحس والحركه عند الطفل. قديش مهم اليوم نلعب، لانه تكوين الشخصيه اساسا باول سنوات الطفل هي من 3 سنين ل6 سنوات. انت ما بتتخيلي 3 سنين فتحنا الستارت الستيج وكانت تحية العلم وكلهم الطفل والأهل، الأهل صفقوا
مع انه هي تحيه العلم والطفل واقف مثل الاستعداد عرفان انه انا ما لازم اعمل اي شيء. بصراحه يعني كان موقف كثير فاجئنا. طيب نسرين يعني كيف فينا نلعب يمكن بهي القصص والتفاصيل من خلال فعاليات ونشاطات ترفيهيه فنيه ثقافيه على مخزون الطفل الثقافي والمعرفي اليوم؟ هلا نحن عملنا هذا الشيء من خلال مثل ما عم تقول لك انه عرفناهم على كل بلد، يعني كيف رقصتها، كيف ثقافتها، شو، وهذا الشيء كمان ولد عند الطفل انه ثقته بنفسه، تقبل الاخر، يفهم مثلا مفهوم التعاون، يعني بهالشيء اللي كله يعني هدول كلياته تربى عند الطفل من خلال يعني الفقرات اللي صار يساويها. نعم، واهم شيء يمكن التها بافكار عمليه على ارض الواقع طبعاً. بعدته شوي على عن الموبايل والتابلت طبعا لانه نحن عم يعني صار في عندك حسي وحركي، يعني مو بس انه هو ورقص، ويعني حرك كل شيء، عرفتي افكاره. طب مين بده يخبرنا هيك شيء مهضوم صاروا يعملوا الاطفال على المسرح هيك حدا؟ يعني حكينا انه اعطوكم افكار وهيك، بس في يمكن دائما حدا المشاغب المهضوم بس بشكل هيك هم اغلبيتهم كانوا كثير خلونا هيك نحكي شوي ورا الكواليس قديش هلا حتى على الكواليس. يعني في فقره كثير ضحكتني، واقفين الاولاد بقى بدهم يعملوا المصري، اول ما طلعنا بقى عم نقول لهم واحد اثنين، قام طفل خطر بباله درس رياضه، يعني الاولاد عم يرقصوا والعالم قاعدين وهو قاعد تسطح وصار يعمل تمارين ضغط. ما معقول شو مهضوم، ما معقول شو مهضوم. انه نحن عم نقول لهم انه واحد اثنين ثلاثه، هو خلص يعني قاعد يعمل تمرين ضغط ويرفع ايده. ما معقول هضامه، ما معقول هضامه. يعني كثير شفنا مواقف من اولاد وافكار كثير، يعني عن جد مثل ما قالت لك صرنا حتى ناخذ رايهم ب انه هي الفقره عجبتكم، هي الفقره ما عجبتكم. يعني وعن جد وقت بتحكي مع الولد بتحسي عن جد حدا كبير، ما بتحسي حدا صغير. يعني مثلا وقت نقول لهم انه انتم عن جد كثير حلوين، انتم كثير مناح، يعني باخر الفقرات بس لينزلوا من على الستيج مس نحن بيضنا وشك، نحن كثير طلعنا مناح، نحن كذا. يعني عن جد هن عن جد اذكياء فعلا كثير، يعني كانت وعندهم طاقه حلوه الواحد يستثمرها بطريقه بقدر. نحن اخذنا منهم طاقه، يعني عم اقول لها الصبح نحن اخذنا طاقه فظيعه بهي الحفله، كانت كثير يعني عطتنا دفع لقدام نقدر نعمل شيء عن جد. هذا اللي كنت اسال عنه، حابين بالمستقبل شو النشاطات ممكن اللي حابين تعملوها، او ممكن هي كانت بوابه لافكار ممكن تطرحوها بالمستقبل؟ كثير في كثير. هلا نحن الفكره انه شعوب العالم كثير لقينا انه نحن لازم نتوسع فيها. من النادي الصيفي هلا مثلا صرنا عم نتوسع فيه اكثر، يعني مثلا فتنا بالهند، مثلا عم نحكي عن الهند، صرنا نحكي اكثر مثلا انه فتنا هلا اسبوع كامل نحكي عن المهن اليدويه تبعه، على الاشياء على الاكل تبعهم. كثير الطفل بده يفوت على مكان بده يشوف كل شيء، بده يذوق، بده يشتغل بايده، بده يساوي كثير اشياء لحتى يحس حاله انه انا فتت بهذا المكان ملكته. مثلا فتنا على الصين ضروري كثير، بما انه ما عم نقدر نسافر هلا ما تماما الاكل بدك تشرق، يعني كثير مثلا المهن اليدويه بدك تفوق. كثير حلو انه تدمج اكثر من ثقافه، يعني فتنا مثلا بروسيا مثلا يعرفوا شو المهن اليدويه تبعهم، على الصين يعرفوا شو المهن اليدويه. الثقافات حلو يتعرف بس بطريقه استكشاف. دائما بدنا نحترم الطفل، بدنا نعلمه دائما نحطه بمكان هو عم يستكشف فيه لحتى ينبسط فيه. الاخلاق يمكن اهم، نبتعد عن التلقين، نبتعد عن التلقين لانه نحن بالاسف دائما عم نلقن الطفل. يعني الاولاد هلا بهذا الجيل سريعين، سريعين التعلم، سريعين التاقلم، سريعين وعندهم سرعه بديهه يمكن ذكرتي انه فورا عم تتفوق علينا. يعني احنا صرنا وقت عم نعطيهم معلومه منقوصه عم يشرح لي، يعني انا مثلا بقلب السنه ما بنسى انه مره مثلا كان جنايني عم ينظف بالمدرسه ويقصقص الشجر، بيجي طفل بيقول لي انت شو عم تساوي؟ قلت له نحن عم نجمل الجنينه، قال لي لا انت عم تقصي الشجر، لانه هلا وقت قص الشجر ولازم تحطي سماد لينمو النبات وكذا. انا بصراحه وقت وقفت مذهوله قدام طفل عمره 3 سنين ونص، انت ما عاد فيكي تقولي له شغلات انه بس نحن عم نقص الشجر ونظبط، لا بدك تشرحي له انه نحن بالربيع ولازم نقص الشجر ولازم نحط سماد. طيب مع بداية الفصل الصيف شو النشاطات اللي حابين تركزوا عليها مع الأطفال المصريين؟ لأنه كمان الفصل الصيفي فينا نقول وقت كتير كبير وفي وقت فراغ للطفل بيكون غير لما يكون في مدرسة، في نظام، في دراسة. هلا مثل ما عم قلك بالنادي الصيفي نحن يعني عاملين انشطه ثقافيه، وكمان نفس الشيء يعني انه يقدر هو يستكشف بهذا الشيء. عم نروح على المركز الثقافي رحلات استطلاعيه مشان يعني هو من خلال هذا الشيء هو يصير عنده معلومات، يعني بيتحرك مثلا بيطلع بيشوف، يعني انه عن هذا بهذا الموضوع يعني. تمام. فايتين.
يعني نحن بدنا نتمنى هاي الأنشطة هي تحقق يعني هدفكم. وشكرا كثير أحلى مسات كنتوا معنا وهنا نتمنى هيك هالولاد يتوفقوا بأيامهم اللي جاية لأنه عن جد هن أملنا بالمستقبل. شكرا حبيبة قلبي كلك يعني أكيد بدنا نشكركم ست عبير صاصيلة والمعلمة نسرين عزي على وجودكم معنا. نتمنى لكم التوفيق بخطواتكم القادمة. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. يا أهلا لهون يا نور بنكون وصلنا على نهاية مشوارنا الصباحي. بدي أتمنى لكم بقية نهار مثل ما بدكم وأحلى وكل شيء بتتمنوه يتحقق على أرض الواقع. ونهاركم حلو ونهارك حلو يا نور. نهارك سعيد ليا. لهون بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. ملتقانا بكرة بنفس التوقيت على شاشة الأخبارية السورية. من هلأ لوقتها تبقوا بألف خير. باي باي.